كاميرا المراقبة تقدر ترصد كل حاجة في المكان، وإزاي دي حصلت وإمتى حصلت. إنما الصورة العادية فهي ثابتة، لقطة في اللحظة دي. نوعين الكاميرتين دول والفرق ما بينهم عامل بالظبط زي الفرق ما بين أجهزة السكر العادية وأجهزة السكر الحديثة اللي الطرق بتاعتها أسهل بكتير، وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل في اللي جاي. الطريقة التقليدية هو أن أنا باخد عينة من الدم، وجهاز البيت بيبدأ يطلع نسبة السكر في الدم في الوقت ده بس، يعني لقطة في زمن محدد زي الصورة السيلفي كده بالظبط. أما آيدكس فهو عامل زي كاميرا المراقبة اللي بيسجل طول الوقت، بيرصد نسبة السكر اللي موجودة في الدم على مدار 24 ساعة. لا، والأهم إنه بيدي إنذار لو السكر ده طلع عالي أو نزل تحت عن الحد بتاعه المظبوط. يعني آيدكس من أفضل أجهزة قياس السكر المستمر، CGM Continuous Glucose Monitoring. مش محتاج تعمل سكان عن كل مرة، لأن آيدكس بيبعت لك كل 5 دقايق نسبة السكر بتاعتك في الدم، يعني Real Time Monitoring. والجهاز بيتكون من جزئين مهمين قوي، السنسور والترانسميتر. والسنسور هو اللي بيقيس نسبة السكر في الدم كل 5 دقايق، أما الترانسميتر فهو اللي بينقل القراية دي للأبليكيشن اللي موجودة على الموبايل. وطبعا محتاجين نغير السنسور ده كل 14 يوم، والترانسميتر بيتغير كل 4 سنين، والسنسور بيجي متركب في الابليكيتور، والابليكيتور هو اللي مسؤول عن تركيب السنسور على الجسم. طبعا بيجي معقم، وهنتكلم عن طريقة تركيب السنسور ده على الجسم بالتفصيل. خلينا الاول ننزل الموبايل ابليكيشن، هو بينزل على iOS وبينزل على اندرويد وكمان سمارت ووتش. نعمل سيرش على آيدكس MG على DL، او بطريقة اسهل نعمل سكان للكيو ار كود اللي موجود في ظهر العلم، ونعمل خطوة بسيطة كمان ان احنا نعمل اكاونت على الموبايل ابليكيشن. طريقة تركيب آيدكس وتغيير السنسور، بس خلينا اقول حاجة مهمة جدا، ان آيدكس بيركب في منطقتين مش منطقة واحدة، منطقة البطن ومنطقة خلف الدراع في الأماكن اللي طبيعتها دهنية. وطبعاً نبعد عن المنطقة اللي فيها ورم أو حسنة أو شامة أو منطقة جروح أو المنطقة المعتادة اللي بناخد فيها الأنسولين. ولو هنركبه في البطن نبعد عن منطقة السرة ومنطقة الحزام. أول حاجة هنعملها هنغسل إيدينا بالماء والصابون كويس جداً، ونطهر المنطقة اللي هنحط فيها السنسور بالكحول، ونسيبه لغاية ما ينشف في الهواء من غير ما نستخدم أي منديل أو فوطة. هنمسك الابليكيتور وهنشد غطا التعقيم من عند السهم الاسود، من عند كلمة open هنلف الابليكيتور ونطلعه، وزي ما انتم شايفين السنسور راكب جوه الابليكيتور. وقبل ما نركب الجهاز على الجسم لازم نتأكد ان السنسور في اتجاهه الصحيح، يعني لو هنركبه على منطقة البطن لازم يكون راكب بشكل عرضي، ولو في الدراع هيكون بشكل محاذي للدراع. وبالشكل ده نضغط على الابليكيتور بعد ما نشد الجلد بلطف، بعد كده نضغط على الزرار ده ضغطة واحدة، ونرفع الابليكيتور بعد ما نتأكد من صوت السنسور، ونتأكد برضو ان لزق السنسور كويس وثابت في مكانه. دلوقتي نيجي للخطوة الاخيرة وهي تركيب الترانسميتر. مبدئيا نتأكد انه في اتجاهه الصحيح، ونضغط ضغطة هنا وواحدة هنا تاني. وطبعا زي ما سمعنا مع كل ضغطة بنسمع صوت، بنتأكد منه انه التركيب حصل بنجاح. ودلوقتي خلصنا تركيب السنسور، هنعمل بيرينج للترانسميتر مع الموبايل ابليكيشن، وده هيبقى بطريقتين، يا اما نكتب الكود بتاع الترانسميتر اللي موجود في ظهر العلبة، او نعمل سكان للكيو ار كود. دلوقتي الابليكيشن بيسأل السنسور ده جديد ولا مستخدم؟ هنختار جديد. مهم جدا نعرف ان السنسور بياخد ساعة بعد تركيبه علشان يكون عامل ورم اب ويدينا اول قراية. طبعا زي ما احنا عارفين ان بعد 14 يوم بنغير السنسور وبنشيله من الطرف ده وبنمسح مكانه بالكحول. وطبعا زي ما قلنا ان الترانسميتر بيقعد 4 سنين، فبالتالي انا هستخدمه مع سنسور جديد، فمحتاج اضغط على السنسور من الجنب علشان اخلعه.
وايدكس مهم جدا في حياتك لان مش عامل لك ليميتيشن. ووتر بروف، تقدر تنزل الميه مده 30 دقيقه بعمق 90 سنتي، ومعاه ضمان ضد عيوب الصناعه، كمل معاك لاربع سنين. ومن اهم مميزات ايدكس ان بيديك انذار في حاله ارتفاع او انخفاض السكر عن القيمه المحدده احنا اللي بنظبطها على الموبايل، وليها اربع حالات. اول حاله من الحالات لو السكر مرتفع، تاني حاله من الحالات لو السكر بيرتفع بسرعه، ثالث حاله من الحالات لو السكر منخفض، ورابع حاله ان السكر بينخفض بسرعه. ومش بس كده، الايدكس بيعمل شيرنج لمستخدمين تانيين، يعني حبايبك يقدروا يطمنوا عليك حتى لو في بلد تانية، وكمان الدكتور بتاعك يقدر يتابع حالتك عن بعد. وبالشكل ده ايدكس وفر لك الحماية الكاملة اللي يقدر بيها حبايبك والدكتور بتاعك يقدروا يتابعوا حالك. وقراءات ايدكس لها ثلاث مستويات، المستوى الامن فبيبقى باللون الاخضر، والمستوى المنخفض فبيبقى باللون الاحمر، والمستوى المرتفع بيبقى باللون الاصفر. ايدكس اتصاله ثابت جدا جدا ما بينه وما بين الموبايل، والسيجنال بتاعته ما بتقطعش الا بعد 10 متر بدون عوائق. وكمان ايدكس تم اختباره معمليا وحصل على كفاءه الدقه بنسبه 98.8، تقدروا تشوفوا ده على موقعه. وعشان كده ايدكس بيوفر لنا كل سبل الراحه نعيش فيها بطبيعتنا، ونقدر نطمن بيها على نفسنا وحبايبنا يطمنوا بيها علينا كمان. يعني ايدكس عيش بحريه.